اللي بيقاتل النهارده الارهاب والارهابيين في سيناء، في سيناء 2018. الجند ده يجب ان انت تحترم البيادة بتاعته، بيادة الجند فوق رأسي، فوق رأسي انا اللي خدم في الجيش وعرف الجيش، يعرف فعلا بانه اخلص ناس هم دول، هم دول اللي بياخدوا عنكم كل حاجة ويصد عنكم كل شر، الذي قال فيهم رب العزة جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. كلام ربنا، حكمة ربنا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بإيه؟ بالجنة. أنا خدت دول منكم عشان أديكم مكانهم الجنة، هعوضكم الجنة. سيدنا أبو بكر لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له: تركت لعيالك إيه؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، كل فلوسه راحت في سبيل الله وفي سبيل الدعوة. سيدنا عمر بن الخطاب خد نص فلوسه في سبيل الله وسبيل الدعوة. سيدنا عثمان بن عفان جهز الجيش كله، جيش. احنا ما بنقولكش جهز الجيش، ما بنقولكش اشتري دبابة ولا طيارة ولا صاروخ، احنا بنقولك اقف جنب جيشك وشرطتك ورئيسك وقضائك وشعبك وناسك، بنقولك اخلص لدول. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. ده وعد ربنا، وعد الناس في القرآن والإنجيل والتوراة بإن اللي هيحصل له كده هيدخل الجنة، وعد ربنا في الثلاث كتب هم. ومن أوفى بعهد، مين أوفى بالعهد؟ من ما فيش حد غير ربنا. ربنا بيقول لك أنا أوفى واحد بالعهد، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به. البيع ده حياتكم أنفسكم ومالكم دول، استبشروا بالحاجة اللي انتوا اشتريتوا بها الجنة دي، وذلك هو الفوز العظيم، فوز عظيم. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم إلى أن يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ادعوا الله في السر وأنتم موقنون بالجنة. الحمد لله رب العالمين. ويقول أيضا الحبيب صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيام لياليه، وإن مات أجري جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. هتظل الطائفة دي تقاتل وتجاهد في سبيل الله ما دامت السماوات والأراضين، وسيظل النصر حليفهم وقائمون بأمر الله حتى تأتي الساعة وهم ظاهرون على الناس. ده أمر ربنا، ده كلامهم ملهوش كلام تاني. منتصرين، منتصرين. الأمة القائمة بأمر الله سبحانه وتعالى منتصرة، منتصرة. إنما المعتدي
زي ما بيقولوا في المثل ده، الرجل المنجولة مكتولة. الرجل اللي بتبيع هتتباع، الرجل اللي ما اتجتش ربنا هتتقطع، اللي عايش في حرام هياكل الحرام بتاعه، اللي اشترى الدنيا بالمال هيعذب بهذا المال، اللي اشترى العزة ببيع الوطن هيعيش مذلول للي باع له الوطن. لازم لازم يدوق الذل، لازم. هديتين هقولهم لكم دلوقتي، هديتين من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم للأمة، اسمعوا الهديتين دول. أغلى هديتين قرأتهم في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ومرويان في الصحاح، وصححهما الألباني وذكرهما في الصحاح عن الحاكم والبيهقي، يقول فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ ألا أخبركم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس على أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله. ليلة أفضل من ليلة القدر عند ربنا. الليلة دي واحد وقف يحرس على الحدود، وقف يحرس الناس، وقف حارس على الناس سواء على الحدود أو جوه البلد، وقف خايف من ربنا في ليلة خوف ورعب، في ليلة القتل فيها منتشر، وهو ما هموش إنه يتقتل، كل همه إنه يحرس الناس، كل همه إن الناس تعيش في أمن وأمان، كل همه أن يموت في سبيل الله، أن يبعث مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد ليكون شافعا له يوم القيامة. هذا الرجل هذه الليلة بالنسبة له أفضل من عبادة ليلة القدر كلها، أفضل. ده ربنا سبحانه وتعالى قال إن ليلة القدر خير من ألف شهر، ودي عند الليلة دي قال أفضل من ليلة القدر. شوفوا الحديث الثاني، الهدية الثانية: موقف ساعة في سبيل الله. خد بالك، موقف ساعة في سبيل الله أفضل من قيام ليلة القدر بجوار الحجر الأسود. موقف ساعة، دي الأولانية كانت ليلة، ده النهار الوقت بقيت ساعة، ساعة يحتمي فيها الوطيس، ساعة يحتمي فيها الحرب، ساعة يقتل فيها من يقتل، ساعة تطيش فيها الرؤوس، ساعة يموت فيها الكثيرين. الساعة دي عند ربنا أفضل من اللي قام ليلة القدر كلها جنب الحجر الأسود. يا هناكم يا جيش وشرطة مصر، يا هناك يا اللي بتدافع عن شرفك ومالك وعرضك، يا هناك يا اللي مت شهيد في سبيل الأرض والعرض والمال والشرف، يا هناكم يا اللي بتحرسوا الأوطان، يا اللي بتحرسوا الناس، يا هناكم عند ربنا. ما تخافوش، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل المولى جل في علاه أن يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر لنا عيوبنا، اللهم قض عنا ديوننا، اللهم ارزقنا الأمن والأمان يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الأمن في الأوطان يا كريم، اللهم حافظ على مصرنا يا رب العالمين، اللهم من أراد بمصر بكيد أو بسوء فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين، اللهم رد كيد الكائدين، اللهم رد ظلم الظالمين، اللهم عليك بما قالوا به في نحورهم يا رب العالمين، واجعل تدبيرهم تدميرهم يا كريم، وأخرج مصر من بين أيدي المعتدين سالمة غانمة يا رب العالمين، وأخرج جيشها غانما سالما يا رب العالمين، وبارك في جيشها وشرطتها وشعبها ونيلها وأرضها وحاكمها ورئيسها يا رب العالمين، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا يا رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.